جبهة سيقف إطلاق النار فيها فقط عندما يتوقف العدوان على غزة ضمن اتفاق واضح مع المقاومة في فلسطين، مع المقاومة الفلسطينية. بعد ساعات على خطاب الردع للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، عملية هي الأكثر أهمية منذ بداية الحرب، ارتقاء كماً ونوعاً وأهدافاً. مدى بعض الصواريخ التي استهدفت قيادة المنطقة الشمالية في صفد تجاوز 15 كيلومتراً من دون أن تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها. مرات عديدة دوت صفارات الإنذار في مستوطنات نصف سكانها لا مكان حصيناً لديهم للجوء إليه. الاحتلال أقر بمقتل مجندة إضافة إلى عدد من الإصابات، حدث هز الأوساط الإسرائيلية، لينتهي المشهد بحفلة تهويل في إسرائيل إعلاماً وسياسة وبالاعتراف لقد فقدنا الشمال. وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وصف ما يحدث بالحرب وليس تنقيطاً، غامزاً من قناة كلام السيد نصر الله في خطابه الأول بعد عملية طوفان الأقصى. بن غفير قال إنه حان الوقت للخروج من هذا المفهوم في الشمال أيضاً، داعياً إلى البدء بحرب شاملة ضد حزب الله أو أن يقال للمجتمع الإسرائيلي إنه لا توجد حكومة. فيما رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان قال إن الخط الأحمر تحول إلى علم أبيض، وكابينت الحرب استسلم لحزب الله وفقد الشمال. وفي سياق وصفه للحدث اعتبر الإعلام الإسرائيلي أنه منقطع النظير قياسا لما سبق أن حصل خلال فترة الحرب، وأنه حدث استثنائي هو الأخطر منذ اندلاعها. وسط تقارير إعلامية تحذر من ارتقاء تدريجي في مستوى إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله، وارتفع الصوت من رئيس بلدية صفد الذي دعا رئيس الحكومة والوزراء للحضور إلى صفد وتقديم استجابة لمسألة التحصين في المدينة، معتبرا أن في الاستهداف تجاوزا للخط الأحمر وارتقاء في مستوى التصعيد. بدوره قال رئيس المجلس الإقليمي إن إسرائيل تعيش في مملكة نصر الله، نحن نعيش في مملكة حزب الله. الإعلام الإسرائيلي الذي تابع حدث الشمال باهتمام بالغ والصواريخ الدقيقة التي قال إن حزب الله استخدم في العملية شدد على أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض كل الصواريخ. كذلك ذكر الإعلام أن رد السيد نصر الله على كل مبادرات الوساطة لم يكن بالكلمات فقط بل بالأفعال أيضا.